السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليلى رحالي. اليوم جبت لكم طريقة تحضير الخبز الكوري الشهير اللي ولا معروف عندنا في العالم العربي بالثوم والجبن، كيجي خطير في المذاق بطريقة سهلة ومبسطة كالعادة. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للحشوة اللي غنستعملو لهذا الخبز الكوري، غنحتاجو 400 غرام ديال الجبن الكريمي فيلادلفيا، يمكن لكم تستعملو اي نوع اخر من الجبن. عندنا هنا 60 غرام ديال السكر الخشن، ملعقة كبيرة من عصير الليمون او عصير الحامض. اول حاجة غنحضرو الحشوة ديالنا اللي كتكون عبارة عن الجبن والسكر. وعصير الليمون. كنخلطوا الكل مزيان. وهذا هو الخليط ديالنا، كنحتفظوا فيه في الثلاجة حتى كنوجدوا الخليط اللي غنسقيو به الخبز ديالنا. وبالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو في الخليط اللي غنغطسو فيه هذا الخبز او غنسقيو به هذا الخبز، كنحتاجو بيضة بحرارة الغرفة، 160 غرام ديال السكر الخشن، 120 غرام ديال الزبدة اللي غندوبوها، و50 غرام ديال الثوم، ملعقة كبيرة من القزبر والمعدنوس اللي قطعتهم رقاق بهذه الطريقة، هذه 30 غرام ديال الحليب، وعندنا هنا ملعقة كبيرة من مايونيز. وهنا كندوزو تحضير الخليط اللي غنسقيو به الخبز. كناخدو واحد الإناء كنصبو فيه السكر الخشن، كنضيفو ليه بيضة اللي كتكون بحرارة الغرفة، الحليب، القزبر والمعدنوس، وكنضيفو مايونيز. وكنضيفو الثوم. بالنسبة للناس اللي غتجيهم كمية ثوم كبيرة يمكن لكم تنقصوا منها، ولكن في الأصل أنا هني استعملت غير 50 غرام، أما في الأصل كيستعملوا 80 غرام ديال الثوم، حيت يعني هذا الخبز كيجي معطر بمذاق الثوم. وفي الأخير كنضيفو الزبدة اللي دوبنا وكنخلطو الكل مزيان. وكنديروا هذا الخليط ديالنا فوق الباماري لمده تقريبا 3 حتى 4 ديال الدقائق حتى كيذوب لينا السكر. من بعد ما خليت العجين تختمر لمده تقريبا ساعه، بالنسبه لهذا العجين ديال الساندويتش سبق لي وشاركتها معكم، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبة لهاد العجينة كتجي خفيفة وهي المعتمدة عندي في تحضير الخبز ديال الساندويتش، كتجي خفيفة وكتحضر بسرعة. قسمت العجينة لتمية ديال الكرات، لكل كرة فيها تقريبا 125 غرام كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبة للتشكيل ديال هاد العجينة ما كنحتاج الدقيق، كيف ما كتشوفوا معايا العجينة كتكون رطبة. كنغطيو هاد الكرات وكنخليوهم يختمروا لمدة تقريبا ساعة. من بعد ما كيختمر لينا الخبز كندهنوه بالقليل من الحليب وكندخلوه الفران مسخنينو من قبل على 180 درجة عفوا لمدة 15 حتى 20 دقيقة.
وهذا هو الخبز ديالنا. من بعد ما طاب وخرجته من الفران كنغطيه وكنخليه يرتاح لمده تقريبا 10 ديال الدقائق. كناخذوا الخبز ديالنا وكنقطعوه على نصفين بهذه الطريقه هذه، مشيت للاخر وكنعاودوا نقطعوه بهذه الطريقه. وهذا هو الخبز ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، كيكون مقطع بهذا الشكل هذا. وهنا غناخذوا الخبز وغنبداو نعمروه بالحشوه ديال الجبن اللي حضرنا من قبل واحتفظت بها في الثلاجه بهذه الطريقه هذه. وكنديروا القليل من الحشوه من الفوق بهذا الشكل هذا. وهنا كناخذوا الخليط ديالنا من بعد ما دوزناه في الباماغي لمده تقريبا 3 ديال الدقائق. كناخذوا الخبز بهذه الطريقه هذه وكنحاولوا نغطسوه بهذا الشكل هذا في هذا الخليط. بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. وهذا هو الخبز ديالنا، غندخلوه الفران مسخنينو على 180 درجة لمدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة. وهذا هو الخبز الكوري من بعد ما خرجناه من الفران، كيجي رائع شكلا ومذاقا. يمكن لكم تحضروه الفطور او الكوتي او في رمضان ان شاء الله. الفطور غير تنقصوا شويه من الثومه. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تنال اعجابكم وتشاركوها مع الاحباب والاصدقاء، واللي ما مشتركش في القناه يشترك مرحبا به ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد.